أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا على القناة على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلونا قبل ما نبدأ المقطع نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكروا الله، لا إله إلا الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بفلتر جديد باللايت روم موبايل على القناة. قبل ما نبدأ المقطع ما تنسوش تعملوا اللايك والشير ومتابعة للقناة، يلا بينا. هنفتح البرنامج وزي ما انتوا شايفين قدامكم ده الفلتر الجديد اللي ان شاء الله هنعمله النهاردة. ده قبل وبعد، ودي أمثلة على الفلتر. هنرجع للصورة بتاعتنا، ننتظر لحد ما تحمل. هنعمل ضبط الإعدادات، هنعمل ريسيت ان الصورة ترجع للأصل. هنروح على صفحة الإضاءة، خلي الإكسبوجر سالب 1%، كونتراست موجب 20، الهايلايت سالب 47، هنروح على الشادو، نخلي الشادو موجب 25، هنروح على الوايت، نخلي الوايت سالب 69، والبلاك هنخليه موجب 30. هنروح على صفحة الكيرف، تبع الخطوات، زي ما انتم شايفين نعمل دن، نخش على صفحة الكلر او الاضاءة او الالوان، نخلي التكست او التيمب سوري موجب 2، والتنت سالب 10، خلي الفيبرانس موجب 33، والستريشن سالب 16. نروح على صفحة الألوان، خلي الريد موجب 100، ستريجن موجب 100، واللومنس موجب 100، من البرتقالي هنخليه سالب 29، موجب 25 ده ستريجن، واللومنس هنخليه 20، لون الأصفر خليه هيو سالب 100، الستوريشن موجب 10، واللومنس موجب 15. نروح على اللون الأخضر، خلي الستوريشن سالب 0، واللومنس سوري الاثنين الستوريشن والليمونز سالب 100. نروح على الاقوى، نخلي الستوريشن سالب 100 والليمونز سالب 100، البلو هنخليه سالب 22، الستوريشن سالب 100 والليمونز سالب 100. نروح على اللون البنفسجي او الموف،
خلي السيتويشن سالب 100 ولا مناص سالب 100، وهنا برضو هنخلي الساتوريشن والليمنس سالب 100. كانت هنا من صفحة الألوان، خش على صفحة الإفكت، هنخلي التكتشر سالب 44، كلارتي 63، دي هنخليها موجب 28، والفيجنتي أو الفيجنتا هنخليه سالب 19، وهنروح الميد بوينت هنخليها 63، دي 67، واللي بعدها موجب 6. كانت هنا من صفحة الإفكت، خش على صفحة الديتيل، خلي دي موجب 16، النوز دكشن موجب 25، والكلر نوز دكشن موجب 31. وكده نكون انتهينا من هذا الفلتر. هنعمل بس سيف او كرييت البريسيت، خليها اربن بلاك اند اورنج. بي برو ريسيت ممكن نلغي، خليها بلاك اند اورنج على طول. طبعا في نهاية كل حلقة بنوريكم الفلتر بتاع الحلقة اللي قبلها، نفتح البريسيت ده الفلتر حالة سبب. لو حد عايز تشوفه خش على القناة. وفي نهاية الحلقة ياريت تدعمونا باللايك والشير ومتابعة للقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.